السلام عليكم، معاكم أحمد الخولي من أمريكا الجنوبية، والنهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الإنجليش للمبتدئين من الصفر. النهاردة هنتعلم إزاي نتكلم عن نفسنا بالإنجليزي، وهنتعلم إزاي نتكلم عن الأشياء اللي أنت بتحبها في البيت. الحلقة دي اسمها Conversation 2. Conversation 2، يلا بينا نبدأ. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نحيي الشخص ونسأل عن اسمه وسنه وعنوانه. لو لسه ما شفتش الحلقة دي لغاية دلوقتي تقدر توقف معنا دلوقتي وتشوف الحلقة من هنا هو وترجع لنا تاني. مهم جدا تشوف الحلقات بالتسلسل الطبيعي بتاعها، يعني لو تعلمت الحلقة الاولى كويس جدا هتتعلم الحلقة التانية كويس، هتتعلم الحلقة التالتة كويس، وهكذا. مهم جدا توقف دلوقتي وتشوف الكونفرسيشن واحد الحلقة اللي فاتت وترجع لنا على طول. برضو قبل ما نبدأ هنحاول نعمل conversation صغيرة جدا من اللي احنا من الكلام اللي احنا تعلمناه المرة اللي فاتت، وانت هتحاول تجاوب معايا. طبعا الاجابة هتكون ظاهرة على الشاشة، بس حاول تجاوب بسرعة قبل ما الاجابة تظهر على الشاشة، تمام؟ هحاول اسألك اسئلة من الاسئلة اللي احنا تعلمناها الحلقة اللي فاتت، وانت جاوب معايا بسرعة. جاهز؟ يلا نبدأ. Hello. Good morning. How are you? What's your name? How's it going? How old are you? Where are you from? Where do you live? Okay. And what do you do? Very good. تمام، زي الفل. يبقى انت كده ان شاء الله معانا كده في الكونفرسيشن واحده واحده. هنبدا دلوقتي حالا بقيه الكونفرسيشن، هتبقى الكونفرسيشن 2. What's your favorite color? Again, what's your favorite color? ايه لونك المفضل؟ معناها ايه لونك المفضل؟ طبعا من ضمن ان انت بتتعرف على شخص واحد لازم على شخص لازم تساله عن اشيائه المفضله، عن واتس يور فيفورت كولر، ايه لونك المفضل، ايه اكلك المفضل، ايه بلدك المفضله. هنتعلم الحاجات دي دلوقتي حالا. اول واحد هيبقى واتس يور فيفورت كولر، ايه لونك المفضل. عيد معايا، واتس يور فيفورت كولر. كولر، خليك فاكر الار، ها الار مش زي الراء في اللغه العربيه، الراء هي ار من جوه شويه، خلي لسانك يبقى متني ومن جوه شويه. color color. So what's your favorite color؟ عيد. تمام، my favorite color is، وتقول لونك المفضل. اوكي، تاني، my favorite color is red, blue, green, yellow, pink for girls. Okay. My favorite color is، وتقول لونك المفضل. عيد معايا، my favorite color is. Okay، تمام. بعد كده هيبقى what's your favorite food؟ What's your favorite food؟ يعني ايه اكلتك المفضلة؟ برضو لسه بنتعرف على الشخص اللي قدامنا فبنسأله عن اشياءه المفضلة. هيبقى what's your favorite food؟ ابطا شويه، واتس يور فيفورت فود. فود، واتس يور فيفورت فود، ايه اكلتك المفضله. ونفس زي الكرن زي اللون بالظبط، هتقول ماي فيفورت فود از، الاولانيه كانت ماي فيفورت كولر از، دي نفسها ماي فيفورت فود از، وتقول اكلتك المفضله وات ايفر، تشيكن، فيش، زي ده. وبرده كالعادة لو انت لسه مش عارف تجيب اكلتك المفضلة بالانجليزي ونطقها، كلمني في الكومنتس او اتواصل معايا شخصيا هساعدك، وهنحاول ننطقها مع بعض، اكلتك المفضلة او لونك المفضل او اي شيء تحبه. تمام، عيد ورايا، What's your favorite food؟ My favorite food is،
Again, my favorite food is تمام. السؤال الثالث معانا النهاردة, what's your favorite country? What's your favorite country? ما بلدك المفضلة؟ بتسأل على بلد, واحد بلد المفضلة مصر, واحد بلد المفضلة السعودية, واحد بلد المفضلة أمريكا, فبتسأله عن بلده المفضلة, هتقول له What's your favorite country? تعال نعيدها ببطء. What's your favorite country? تمام, بسرعة. What's your favorite country? ودي برضو إجابتها نفس اللون ونفس الأكلة, هتقول My favorite country is, وتحط بلدك المفضلة. تاني, My favorite country is, وتحط بلدك Egypt, Saudi Arabia, whatever. Okay, تعال نعيد تاني. What's your favorite country? Very good. My favorite country is blah blah blah. يلا تعالوا نعمل الconversation مع بعضينا بالتلات أسئلة دول. يلا نبدأ. أنا هسأل وأنت تجاوب, وطبعا الإجابة هتكون على الشاشة. حاول تجاوب بسرعة قبل ما تظهر الإجابة على الشاشة. تمام؟ يلا. Hi. What's your favorite color? What's your favorite food? Okay, what's your favorite country? Okay, طبعا في favorite يعني مفضلة, ممكن تحط أي حاجة المفضلة, يعني مثلا لونك المفضل, أكلك المفضل, بلدك المفضلة, رياضتك المفضلة sport, أو مدينتك المفضلة city, أو أي شيء تحطه بعد favorite. What's your favorite وتحط food, sport, مش شرط التلاتة اللي احنا اتعلمناهم دول, ممكن تحط مدينة, أي كلمة أنت عاوزها تحطها. تمام, بس احنا اتعلمنا ثلاث أمثلة. What's your favorite color? What's your favorite food? What's your favorite country? تمام؟ السؤال اللي بعد كده اللي هنتعلمه النهاردة هو Who is your favorite person? Who is your favorite person? هحط سؤالين على الشاشة دلوقتي حالا وقول لي ايه الفرق بينهم. اوكي, What's your favorite food? Who is your favorite person? قدامك ثلاث ثواني, قول لي ايه الفرق غير الفود والبيرسون. ها, ايه الفرق؟ Very good. دي what ودي who. تقدر تقول لي ليه بسرعة؟ خدنا كلمات الاستفهام زي الفل. What, ما أو ماذا, بتسأل على شخص, بتسأل على أشياء, شيء. What's your favorite food, بتسأل على الأكل, أكلة مفضلة, بتسأل على اللون المفضل, فهتستخدم what, ما أو ماذا. عشان كده قلت لك لازم تتعلم كلمات الاستفهام, مهمة جدا. What, ما أو ماذا, بتسأل على شيء معين زي لون معين, مدينة, بتسأل على أكلة معينة, رياضة معينة, هتسأل ب what. What في الناحية الثانية, who, ليه جبت who؟ مظبوط, who للأشخاص, مين. فأنا لما بقول مين شخصك المفضل أو مين الشخص بالنسبة لك المفضل في حياتك, مش هينفع أقول What's your favorite person, لأن what للأشياء وهو للأشخاص. تمام, يبقى هنا السؤال هيبقى Who is your favorite person? Who is your favorite person? أبطأ شوية. Who is اللي هي who is. Who is your favorite person? أسرع. Who's your favorite person? أسرع. Who is your favorite person? مين شخصك المفضل أو مين الشخص المفضل في حياتك؟ تمام؟ أنت هتجاوب طبيعي خالص زي My favorite color is, لوني المفضل is, My favorite sport is, رياضتي المفضلة is, My favorite food is, أكلتي المفضلة is. نفس الكلام هنا هتقول My favorite person is, شخصي المفضل هو, وتقول شخصك المفضل ممكن يكون والدتك, my mother, my father, والدك, my sister, my brother, my wife, my husband, ممكن يكون اي شخص. تمام, يبقى تحط شخص, يعني هتقول ايه, my favorite person is, for me, my mother, امي, والدتي. هقول my favorite person is my mother. هقولها تاني, my favorite person is
my mother. تمام؟ هسألك وانت تجاوب. Who is your favorite person? Very good. My favorite person is وتحط الشخص اللي انت حابب. واخر سؤال معانا النهاردة هو صعب شوية بس اتفقنا مفيش حاجة صعبة علينا ان شاء الله. اخر سؤال هو هيبقى What do you do in your free time? بتعمل ايه في وقت فراغك؟ هقوله ببطء شوية. What do you do in your free time? أسرع شوية. What do you do in your free time? على بعضه. What do you do in your free time? What do you do in your free time? إيش بتسوي في وقت فراغك؟ أو بتعمل إيه في وقت فراغك؟ What do you do in your free time? زي ما اتفقنا السؤال ده ملوش إجابة محددة. يعني مثلا مش زي ما What's your name؟ كل العالم بيقول My name is أحمد, My name is أميرة, My name is سعاد, My name is مصطفى. لا, السؤال What do you do in your free time؟ أنا أقدر أجاوبه بإجابة, أنت تقدر تجاوبه بإجابة, أنت تقدر تجاوبيه بإجابة مختلف شوية. عشان كده هنعمل اتفاق حلو جدا. هعلمك بس مدخل الإجابة. هتقول مدخل الإجابة ده ممكن هيبقى مشترك مع كل الناس. مدخل الإجابة هتقول In my free time, في وقت فراغي, I like بحب, وتجاوب أنت زي ما أنت عاوز. هنعيد من جديد. What do you do in your free time? إيه بتسوي في وقت فراغك؟ أو بتعمل إيه بالمصري, بتعمل إيه في وقت فراغك؟ What do you do in your free time? لو حد سألك السؤال ده هتبدأ زي كده, هتقول In my free time, وقت فراغي, In my free time, I like, أنا بحب, وتكتب اللي أنت حبه أو تقول اللي أنت حبه. بالنسبة لنا مثلا I like playing table tennis, أنا بحب ألعب بينج بونج, بحب ألعب تنس طاولة. هتقول In my free time, I like playing table tennis or ping pong. تمام؟ أنت ممكن تقول In my free time سبتة, In my free time I like سبتة. اتعلمها زي ما احنا كده. I like وتقول watching TV, بحب مشاهدة التلفزيون. I like sleeping, I like eating, I like cooking. تمام؟ يعني هنتعلم. السؤال ده طبيعي ان هو ملوش اجابة سبتة, لكن هنحاول نحط له جملتين سبتين. In my free time, في وقت فراغي, I like, أنا بحب, وتجاوب زي ما أنت عاوز. وبرضو زي ما متفقين في الكومنتس ممكن تكتب لي إجابتك وأنا هصححها لك بصفة شخصية, ما عنديش أي مشكلة. يبقى يلا نعيد مع بعض. What do you do in your free time? عاوز أسمعك بتقول In my free time, في وقت فراغي, I like, love love love, I like. جاوب يلا اسألني. ها, In my free time, I like playing ping pong, I like watching TV, okay, I like cooking. تمام, زي الفل. تعال نعيد تاني. What do you do in your free time? عيد ورايا. What do you do in your free time? In my free time, I like عيد ورايا. In my free time, I like, زي الفل. عاوزك تكتب لي في السؤال ده بالذات What do you do in your free time? ايش بتسوي في وقت فراغك؟ او بتعمل ايه في وقت فراغك؟ عاوزك تكتب لي في الكومنتس تحت انت بتعمل ايه في وقت فراغك, وانا هصححها لك بصفه شخصيه. تمام, يلا بينا نراجع كل اللي خدناه في الحلقه النهارده. كالعاده هسالك السؤال وانت تحاول تجاوب بسرعه قبل ما الاجابه تتكتب على الشاشه, او لو الاجابه كتبت على الشاشه ما تستعجلش نفسك, بس جاوب وحاول تتواصل معايا, حاول تتكلم معايا زي ما احنا بنتكلم مع بعض كده. تمام, يلا هبدا معاك وانت تجاوبني. انا هبدا اسالك وانت تجاوب. تمام, يلا. هاي, واتس يور فيفورت كولر؟ واتس يور فيفورت فود؟ What's your favorite country? And who is your favorite person? Okay. And the last question, what do you do in your free time?
Very good. تمام زي الفل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنعملها. وكمان ما تنساش تشير الفيديوهات لكل حبايبك عشان يستفيدوا معنا. See you next time. Bye bye.